تطورات الملف السوداني وما أوردته الزميلة لينا من الخرطوم. بالفعل هو أول سفير أمريكي يعود للخرطوم بعد نحو ربع قرن. التقى بهرم الدولة في اجتماع مغلق مع طبعا رئيس مجلس القيادة عبد الفتاح البرهان في ظل وضع سياسي وأزمة معقدة. واشنطن وحلفائها في الإقليم منذ أشهر تحاول تفكيك تعقيدات الفرقاء السودانيين. اليوم الأول من سبتمبر تعود الأخبار الإيجابية من السودان بالحديث عن قوى أو من قوى سياسية مختلفة عن تحركات مكوكية للإعلان عن تكتل سياسي جديد. وسائل إعلام سودانية ترى أن الخطوة مباركة من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. هذا التكتل السياسي الجديد يضم قوى سياسية شاركت في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الحكم حتى إسقاطه عام 2019 كالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والذي يضم أيضا منشقين عن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي كالحزب الوطني الاتحادي بقيادة يوسف محمد زين والحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي. مصادر الحدث علمت أن أبرز المشاركين في هذا التكتل حزب البعث السوداني وتيار الاتجاه التصحيحي وأيضا تيار البيجا المعارض وكتلة النازحين واللاجئين. هذا التكتل تغيب عنه قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي والحركات المسلحة. يقول القائمين على أمره أنهم لا يرغبون من خلاله تشكيل حكومة بمفردهم بقدر ما يرغبون في التنسيق مع الأطراف الداعمة للانتقال الديمقراطي وعلى رأسها الحركات المسلحة والحرية والتغيير لابتدار حوار للاتفاق على ترتيبات انتقالية تقضي إلى تشكيل حكومة. فيما تحدثت وسائل الإعلام عن مشاركة القانوني نبيل أديب في المشاورات والترتيبات القانونية للاتفاق المرتقب، وتوقعت أن يتم الإعلان رسميا عن هذا الائتلاف خلال 24 ساعة القادمة. وسائل الإعلام أيضا أكدت أن المجموعة تعكف على صياغة ترتيبات دستورية تحكم الفترة الانتقالية وتفتح الطريق لتكوين حكومة انتقالية لا تقصي الجيش. أيضا هناك أخبار واردة اليوم بأن خلافات متصاعدة قد تؤجل إعلان هذه المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية بسبب التسريبات الاستباقية حول هذه المبادرة وتفاصيلها التي أغضبت أطرافا شريكة فيها، فيما قرر آخرون التوقف عن دعمها والانسحاب منها. هنا مصادرنا تؤكد على تراجع القائمين على أمرها عن إعلانها اليوم رسميا بحسب ما ذكروا خلال وقت سابق، وأعلنوا أنهم سيقومون بتسليمها للمبعوث الأممي أولا. التحركات السودانية تأتي في ظل تحركات السفير السعودي علي بن جعفر وسفير الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الفاعلين السودانيين لحل الأزمة السياسية ومساعدة الخرطوم في المضي قدما في عملية الانتقال السياسي.